السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير. وقدم لكم على مدار الساعة تحديث لأسعار الدولار والعملات اليوم الاثنين 8/7/2024 من قناتي أنا وحياتي، فضلا منكم وتكرم من تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أولا، سعر صرف الدولار والعملات في السوق السوداء في مصر. سعر الدينار الأردني اليوم في السوق السوداء في مصر 68.43 جنيه. سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء في مصر 128.54 جنيه. سعر الريال القطري اليوم 13.29 جنيه. سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء في مصر 126.17 جنيه. سعر الجنيه الاسترليني 61.81 جنيه. سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء في مصر 158.26 جنيه. سعر الدرهم الاماراتي اليوم في السوق السوداء في مصر 13.19 جنيه. سعر اليورو 52.33 جنيه. سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء في مصر 13.05 جنيه. سعر الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء في مصر، الشراء سجل 49.88 جنيه، والبيع سجل 50.35 جنيه. واشكركم اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله.